Diwan FM 91.2. بين قوسين. أكد اليوم الخبير الاقتصادي مراد الحطاب أن الدينار التونسي سيخضع لمنظومة التعويم وفق ما أكدته بعض التقارير الدولية. يا حبيبي بالنسبة شيء دوخ باش نقولوا نعوم الدينار زعما في نطاق تجي على السياحة تو الدينار ما يقلقش في عمانه شارته ويغتصل روحه من المشكلة في 5000 باش نعوموها هكاك قدام السورد ما يصيرش منه عش بيك التمتم وحدك والعرق ينزش فمه يا كزب ربي خلي يسكت طالك باش يعوم الدينار عادي يعوم في الشتاء لا يا فنود لا لا يا فنود يعومه معناها يولي الدينار حر ما عادش تابع للبنك المركزي فهمت شي ايه اكز ماني وخايك بربي بسطتي شوية والله لعبت علي الدخة من الاخر الدينار ماشي ويتيح سومه باش يوصل اقل من سومه ب30% بيني باش ينحو منه 30 يولي 79 يا ولدي باش يولي اقل من 500 فرنك اصلا واو وش بيه ضعف مريضة اي عنده السكر هاك علاش ضعف ومنين جاء السكر يا كز بلا يضم عليه فمك يضم عليه فمك شوف من الاخر يا فنود حالتنا متعبة عصر والله يقدر الخير باش نمشو وتولي فلوس ما عادش تقضي جملة وكز برمي ما اش نزلك اخي ناس قبل كانوا يقضيهم بالفلوس وما تحكي في قديم الزمان قبل كانت المقايضة يا فنود يمشيوا للقاضي يقضي لهم يا فنود مش قصر شوف مثلا انت تحب تاخو رطال الكسكسي جويد باش عندنا فيه جويد ولا خشين يلا خشين ما ناكلوش تي بربي ضم جلختك وسكرك الفم كنحكي كي كنسكر فمي ماش باش ناكل الكسكسي ما تعرف اي نمشي انا نقلب وجهي خير انت باش طلع لي الدم انت يا كوز والله لا والله تي ترى شي والله لا مو داعبه وبرا اي كمل صحنك نتاع كسكسي صحني يا ربي والله قصدي حكايه الكسكسي هذه كيفاش باهي باهي وبربي يا فنود مختلفين انا الاعصابي خليني نفسر لك راهي الثقافه العامه مهمه راهي الثقافه باهي باهي نواصل قلت لك مثلا باش تشتري رطل الكرسي جويد يقول تعطي فلوس تعطي مثلا الدجاجه ما الدجاجه ناخذ بها كسكسي جويد صحيت والله فكره باهي هذه اكز تو كي نمشي للقهوه ناخذ هكا مثلا ديريكت نعطيه الدجاجه ونرجع لي الباقي شنو هو الباقي اللي باش يرجعه لك ما ديريكت بالدجاجه كامله يلزم على الاقل يرجع لي كشوش ومصدر وانا تو نعطيه جناح وربوة جناح تعرف بربي قوم قدامي قوم سكر القوسين قوم اغلق القوسين